أحييكم من جديد، أحاورها اليوم لا كصديقة مقربة إلى قلبي، بل كسيدة دخلت قلوب الأعداء قبل الأصدقاء وباتت محبوبة الجميع. واحد من أسرارها أنها ترافق سيد معراب وتتخذ من قضيته شعارا ومن ممارسة وفعل إيمان يومي، ورغم ذلك قادرة هي أن تجعل من اسمها محط احترام وأعجاب وإجماع على أن هذه السيدة تعرف مكانها ومكانتها جيدا. ومن فوق حيث هي تحمل الأسرار كلها ولم تبح يوما بأي منها، رحلة حياة مليئة بالتضحيات والخيبات والانكسارات والتحدي حتى الألم فالانتصار، شاهدة هي على حقبة لبل حقبات من تاريخ لبنان، مؤمنة هي بوطن أهدته عمرا وربما أهدرت به عمرا، وهي تتوق إلى لبنان الذي يشبهها، يجمع الكل، يصافح الكل ويصفح عن الكل. خلف وجهها الجميل المبتسم دوما امرأة حديدية لا شك، ولكن لأول مرة بحوار مطول أغوص معها في سيرة امرأة تصلح أن تكتب وتؤرخ وتروي، وأنا وأنتم كلنا أذان وفكر وعيون مصغية، إلى رفيقة درب سمير جعجع أنطوانيت جعجع. صباح الخير. صباح الخير ريما، كيفك؟ يعني بالحقيقة بعد هذا الكلام يلي عم بتقوليه بحس أنه كل مرحلة نضالة ما راحت بالهوى وما راحت لمطرح، لا موجودة وفي حدا شافة ورح بتكمل، فمرسي كتير على كل هالكلام يلي قلتي. أنا مأمني في هالكلام وكتار بيشاركوني فيه، وبلشت أحكي إذا بدك هلأ بنرجع له بنطرق له أنك مقربة للجميع ومحبوبة من الجميع، وهذا واحد من أسرارك مثل ما قلت بالمقدمة. بدي أحكي بعدين قد اشتغلت على حالك لتصير هيك، لأنه مش من السهل أنه نصير هيك. بس قبل، مين أنت أنطوانيت جعجع؟ يعني كتار ناس عم بقول بحوار مطول أنا عبالي اكتشفك، كمان أنا صديقتك بس مش مكتشفتك. أنت حدا غامض، لغز، يمكن هذا اللي بيعطيكي جاذبية كمان بالعمل الإعلامي وبالحياة عامة. مين أنت؟ كيف تعرفت على سمير جعجع؟ ما بتقربي، منك مبشري، شو هالشي؟ قدر جمعكن؟ خليني أقول لك شغلة، أنا إنه اسمي أنطوانيت جعجع بيشبه أي صبية أي إنسان. لما بلشت الحرب بال75 ما كنت أفهم ولهلأ ما بفهم شو طلعوا يعملوا الليبية والفلسطينية بضيعتي يلي هي بمنطقة دير الأحمر واسمها القدام، وحسيت بأنه الحياة هي منا بس أنك تاكلي وتشربي، أنه هذا الوطن بيستحق أنه وقتها وقتش كنت صغيرة كنت حس أنه أنا ما فيي يكون عم بتفرج. بهذاك الوقت شو كنت بتعملي؟ انه كنت بعدني تلميذة مدرسة، كان يمكن وقتها عمري يمكن شي 10 سنين 11 سنة. اجا حدا يخبرني خبرية البطل، انه في حدا بالشمال عنده سكنة اسمه سمير جعجع بحارب، بس بذات الوقت هو عم بحارب بدرس عسكره بيعمله محاضرات سياسية. فبتعرفي انت بهالعمر بيكون بدك تعملي ثورة بدك تغيري الكون كله سوا، فحسيت بأنه أنا لازم أطلع أشوف شو بيعمل هيدا الزلمة. بتذكر أول كلمة بمحاضرة سياسية لمعت براسي، ومن هون بلش هيك إذا بدك الكليك والتحدي بيني وبينه، لما قال بأحدى المحاضرات أنا ما بدي ناس تزقف لي، أنا بدي ناس تفكر معي. مشكلتنا بهالبلد إنه كتار يلي بزقفوا، لو كان في كتار ناس بتفكر يمكن ما كانت صارت الحرب. من هون بلش التحدي، انه بفرجيك انا رح صير من الناس يلي بيفكروا. بلش المشوار، بلش المشوار وقتها
اذا بدك هيك باحساسات طفوليه، انه انت عم تلبسي البدله العسكريه، لبستيها لبستها، انت عم تلبسي البدله العسكريه، انت عم تعملي دورات عسكريه، انت عم تعملي دورات فكر سياسي، وبلشت تشالنج. وقتها ما بتكوني اذا بدك عارفه شو عم تعملي، بس بتكوني من دفعه يعني. من دفعه مبسوطه لهذا البطل يلي بالسهرات بتلاقيه معك، بالمحاضرات بتلاقيه معك، بالعسكر بتلاقيه معك، بهمومك الخاصة بتلاقيه معك. يعني أنا مثلا سمير جعجع هو اللي علمني الدبكة، يعني هذه شغلة كتير بسيطة، إنه نروح على السهرة لأنه الحكيم بده يدبك ونحن ما نتعلم معه الدبكة. وبلش المشوار. لا بس بالأول يعني أنت حدا مندفع صغيرة بالعمر، رحت شو تعملي بالقوات اللبنانية؟ رحت انتسبتي يعني صرت؟ إيه رحت وقتها كنت أنا بالكتائب، انتسبت للكتائب، ووقتها طلعت على سكنة الطارة على ما أذكر يمكن بالصيف 81 بتموز 81، وبلش المشوار. لأنه ليش رحت على القوات وقتها؟ لأنه ما كنت قادرة استوعب كيف ممكن حدا ياخد هيدا البلد، ما كنت عارفة كيف بدي وقتها وقف يلي بدهم ياخدوا البلد، بس ما كنت استوعب ليش بدهم ياخدوا البلد. فحسيت بانه انا ما لازم ضل قاعدة بالبيت. واذا بدك كان المشجع الاساسي لإلي هي امي. يعني انا بيسألوني انت من اي متى قوات؟ بقول لهم انا قبل ما اخلق انا قوات. يعني انت بتربي ببيت مثل ما بتاكلي وبتشربي بتصير تحبي الارض، بتحبي هيدا الوطن، بتصير مسألة انتمائك لهيدا الوطن هي مثل انتمائك لأمك لبيك لعائلتك الصغيرة. فأمي بتذكر وقتها قلت لي ليكي يا أمي انت رايحة بمشوار الله يحميكي، بس لازم تعرفي انه انت حاملة كرامة هيدا البيت، وهيدي كرامة هيدا البيت كرامة كتير كبيرة. وبلش المشوار، وكنت يمكن انا اول بنت او كنا اول ثلاث بنات من منطقة الدير الاحمر ننتسب لحزب الكتائب. وقتها كنا يمكن اول ثلاث بنات نطلع على سكنة عسكرية وبنعمل دورات عسكرية ونحتضن. يعني كمان مرات يعني وقتها رحنا على السكنة هنيك كمان لقينا يعني عطف، لقينا احتضان كتير كبير لقلنا. بلش المشوار. شو اشتغلتي؟ اول ما كنت مسؤولة، ايش عم بحكي كتير شغلات. اول ما بلشت كنت مسؤولة عن النظاميات بحزب الكتائب بمنطقة الدير الاحمر. كان عندي يمكن بحزب شان النظاميات، يعني وقتها كان هيدا التعريف انه بيكون نظاميات، يعني الشق النسائي بدير الاحمر. وقتها كنا نتدرب تدريبات عسكرية. عملتيهم كلهم؟ عملتهم كلهم. ايه بس في لحظة من اللحظات حسيت بانه انا والبرودة مني اصحاب، وانا ما بقدر اوز وما بقدر استعمل. كيف صارت يعني جربتيها؟ عوزت على حدا؟ لا، بس انه حاربت على جبهات؟ لا. بس من التدريب. يعني بتذكر ليلي كنا عم نتدرب بالدون بوسكو، بتوعيني جوسلينا خويري والفريق اللي كان معي اللي كان عم يدربنا انا ذاك، ساعة 4 بعد نص ليل، وبيكبوني ببركة مي مسقعة. من ورا هيدا الاختبار حسيت انا ما لي علاقة بالعسكر، انا ما بقدر كون حدا بيحمل بارودة او بيحمل سلاح، بس انا حامل سلاح بطريقة تانية. يعني الدفاع مسألة عن نفس. النضال منا بس تقتصر بحياتك على انك تحمل البارودة، انت لما بتكوني شاهدة حية بكل الاوقات لنضالك طبعا هيدا كمان سلاح. بس ليه ما قدرت تحمل بارودة؟ يعني ما بعرف، ولهلا ما بقدر، ولا مرة من المرات بقدر بحس انه المرة والبارودة هني توأمين أصحاب. ابدا ابدا، هيدي قناعتي. مع انه يمكن بكتير انه ماني ضد انه تكون تفوت المرة على العسكر، تكون ضابط بالجيش بالدرك، بس انا ما حسيت. انا والبرودة مني اصحاب لهلا، انا والبرودة مني اصحاب. اوكي، شو قلتي لهم بوقتها؟ قلت لهم انا ما بدي. وانصرفت من العمل العسكري. اول شغل اشتغلته بالقوات اذا بدك فعليا هو سلاح الاشاره. هذا سلاح منه تفصيل. وقتها بتكوني عم تشتغلي سلاح اشاره
بالمعارك، يعني بده يكون عندك كتير انتباه شو بدك تحكي على الأجهزة، كيف تكوني دقيقة، مع أنه أنت ولد وصغيرة وكأنه القصة هي لعبة، بس بدون ما تنتبهي بتلاقي حالك أنه أنت وعم تلعبي أنت عم تعملي شيء منيح، أنت عم تعملي شغل مزبوط. بلشنا بسلاح الإشارة، بعدين ممكن شيء مثل ما قلتي له علاقة بالقدر. ما بعرف ليش انه وقتها بتذكر كان الحكيم عم بيعمل محاضرات فكر سياسي بالمجلس الحربي، كنت انا من الناس يلي عم يحضروا لهيدا المحاضرات، مع انه انا وقتها كنت تلميذة يمكن سيكم، وكانوا اللي عم يحضروا المحاضرات هن ناس معهم دكتوراه بخلصين الليسانس تبعيتهم. حتى وقتها كنت حضوري بالاجتماعات، بس اتذكر شو كنت اسأل اضحك بس شو مثل شو؟ انه يسوع بيخنقنا لانه نحن عم نحارب، عم نقتل. ايه انه كيف نحن عم نقتل، انه كيف نحن عم توقفي تسالي هيك سؤال لازم يرجع جا بوقتها؟ بوقتها انه يسوع بده يخنقك، بده يخنق كل القوات. كان عندك هيك شيء كنت ايه كنت على طول هيك عندي هيدا الثوره، وانه انا فيني اسال وانا فيي احكي اللي بدي اياه وما بعرف كيف. فبتذكر مره قال لي ايه انطوانيت اللي عم تطرحيه مزبوط لما بيكون انت عم تقتلي بالشخصي، بس انت لما بيكون مجتمعك بخطر وكيانك مهدد وبلدك بخطر، هون القتل بصير او الدفاع عن النفس او الدفاع عن الارض. لا يسوع ما بيخنقك ولا بموتك ولا بيعمل لك شيء، نحن منا مجرمين عم نقاتل، نحن ناس اصحاب حق. هيدا البلد بلدنا، لازم ندافع عنه وعن ناسه. وبلش المشوار. لفتي له نظره بوقتها مع انك انه صغيره ويسوع يمكن بعدين، يعني بعدين يمكن هلا بس نجي بالحديث بقول لك وين كان شايف هدول القصص. بيتي هلا تع تنزلي على المجلس الحربي، بلشت انزل على المجلس الحربي، بلشت كمل علماتي، كنت هون وقتها كبرت، صرت اعمل سلاح اشاره، اطلع جمعه سبت احد على القطاره اخدم سلاح إشارة، تركت العسكر وتكملت سلاح إشارة لأنه حسيت أنه أنا والبارودي ما لي علاقة، وكنت عم كمل مدرستي، وبذات الوقت كنت عم بعمل محاضرات الفكر السياسي اللي كان عم بيعملنا إياها وقتها. وقتها أنت عم تحكي عن حدا عم بيعمل محاضرات، يعني بينك وبين الموت ثانية، أنه كان وقتها ينقال بأنه جماعة سمير جعجع، أنه مثل أنه بدي لك جنين، أنه معقول قاعدين بيدرسوا بيتعلموا بيعملوا محاضرات فكر سياسي والدنيا قايمة قاعدة، الدنيا قايمة قاعدة، والشباب عم بتموت شمال يمين، والشباب يجوا من الجبهات ليحضروا المحاضرات الفكر السياسي. لأنه برجع بقول لك كان على طول الحكيم يقول مشكلتنا إنه في كتير ناس بتزقف، ما في ناس كتير بتفكر، لازم نفكر لنقدر نعمل مجتمع. هيدي الصورة اللي عم تعطيها هلا وأنت عم يعني شاهدي عليها أنطوانيت مش كتير ناس بيعرفوها، يعني وحتى فكرة انه الزقيفة اللي حوالين السياسة موجودة، والناس اللي بيفكروا قليل، يعني بوقت اشتغل سمير جعجع على الناس اللي بيفكروا بس ما شايفهم المجتمع. شوفي يعني بهالنقطة بدي اقول انه شايف العسكر، ايه شايف اوقات الناس اللي عندها يعني اللي مش مثقفة سياسيا، خلينا نقول بس كانت مسقفة نضاليا، يعني مرات مرات يعني هدول الشباب يلي يعني ببداية الحرب حملوا البارودة، ما كان لازم ياخدوا دكتوراه كيف يحبوا البلد او كيف يحبوا الوطن او انهم كيف يضحوا كرماله. هيدي اذا بدك كانت، بس بعض الناس ظهرت بس اخطائهم للأسف، لانه كان في عدو شاطر وذكي بالتسويق قاعد ما عم بيعمل شيء غير يدمر لك نضالك، ويدمر 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 ويطالك بنضالك. لا هيدا يعني هيدا بده يمكن هلا كتير هدوء لحتى واحد يرجع يذكر بانه لو ما كان في مناضلين بعين الرمانة او بزحلة بدير الاحمر او ببلة او بقنات او بجبهة الشمال او باي مطرح بالنضال، انا وانت ما عم نعمل مقابلة اليوم. مؤمنة انت بهالشيء؟ اكيد
اكيد اكيد يعني بعد كل هالسنين وبعد ما كل بين انه كل الدول الغربيه والعربيه بتحرك لبنان وبتعمل حروب وتوقف حروب وبتعمل ثورات وبتوقف ثورات، بعد كل ثقافتك السياسيه بعدك اكيد انه كان بهذاك الوقت امر اساسي انه اكيد البارودة. في يكون في امر دولي وفي يكون في كل الدنيا عم تاخذ قرارات عنك، بس اذا انت منك موجوده ما فيك تكوني شريكه بالقرار. لو ما كنا موجودين، لو ما هي يعني معركة بقاء، معركة بقاء. ولما بتكوني انت موجودة بيجي حدا بيحكيكي، بس لما ما بتكوني موجودة لا تندهي، ما في حدا. لا انا مؤمنة هلأ يعني باصرار اكتر بايمان اكتر بانه انه اللي صار كان لازم يصير. يمكن ما كان لازم تصير الحرب، خلينا نتفق انه يا ريت ما صارت الحرب، بس لما صارت الحرب انا ما فيي ما اقول ويلون ويلون الناس يلي ما بيقولوا شكرا لكل الابطال يلي ماتوا بالحرب. وهيدا مش شعر وهيدا مش كلام وجداني، هيدا حقيقه انا عشتها وكبتها. كان في ابطال ابطال كانوا عم بيكبوا حالهم على الموت بقلوب كتير كبيره وبايمان كتير كبير انه هيدا البلد إلنا، هيدا البلد هلا وبكره بعد ألف سنة ريما، هيدا إلنا كلنا. وقتها كنا عم نحارب عن كلنا، ما كنا بس عم نحارب كرمالنا. كتار مرات حطونا بمحل كنا عم صار في حروب داخلية، صار في يعني انشقاقات داخلية، يمكن هيدا اللي بتخوف بعض الناس أو بتخلي عندهم نظرة إنه مش أبطال، أبطال على الجبهات بس بالداخل ارتكبوا أخطاء. الأبطال هن بشر، والقضية هي شغلة كتير كبيرة. مرات ناس بتتعب، مرات ناس ما بتعرف كيف تحسب الأمور، مرات ناس بيكون في عندها كتير عتب، مرات ناس بتكون طالبة أكتر. القضية ما فيك تطلب منها، القضية ما عندك خيار إلا أنك عطول تعطيها. بس اللحظة اللي بتوقفي وبتقرري انك تاخدي منها للقضية الكبيرة بتبلشي تخسري. كرمال هيك للأسف في كتير، يمكن ما بدي اقول رفاق، بس انه كتير رفاق او كتير مناضلين سقطوا لانه في لحظة قرروا ياخدوا من القضية الكبيرة. القضية الكبيرة ما فيك تاخدي منها، القضية الكبيرة بدك تاخدي خيار كل الوقت، بدك تضلك تعطيها. هي منا مستعدة ولا لحظة تعطيك، انت اللي بدك تقرري، يا بدك تعطيها بالمطلق يا بدك تنسحبي منها كليا. انت وماشي. بس في ناس استغلوها كمان، هيدا البشر. بس استغلوها قديش وقت، قديش اخذوا منها، قديش بقيوا. سرقوها، ايه نفيتهم، قصروا معها، وين اني الاسماء بتسقط لما ببطلوا متمسكين فيها للقضية. القضية اكبر منها كلنا سوا ريما. الفكرة، لبنان، الوجود، الارض، العطاء بهيدا الارض، هيدي الفكره اكبر منا بكتير. فكرمال هيك يمكن ايه، وبأسف انه مرات في رفاق كتار وما في الا ما احترمهم، وما في الا ما اقدر نضالاتهم، ما في ما ازعل انه 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 عملوا كنز كتير كبير وما حدا دمر لهم اياه، هن مسكوه كبوه. يعني ما اجى حدا وهدلهم هيدا النضال يلي عملوه. هن بايديهم قرروا بلحظه من اللحظات، لا بيقولوا بلحظه تخلي، هني يمسكوه يكبوا هيك. وبتصير انه القوات بشر. القوات انت عايشتي القضيه يعني من الاول، عايشتي كل تفصيل فيها. يعني اليوم لما بتسمعي حدا بيطلع على التلفزيون او بالمجتمع بيقول هو القوات الزعران، بيختصر يعني كل هيدا النضال وكل اللي حكيتي عنه والقضيه ومعركه البقاء بانه زعران. بزعل عليه، ما بزعل منه، رح اقول لك ليش. انه 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 قديش فكره مبسط وقديش منه عاطي حاله وقت يشوف الصوره الكامله. قديش اذا بدك عايش على هامش انه خلص انه هو بيقدر هيك بكلمه صغيره يمحي تاريخ. لا، في يقول اليوم وبكره وبعد بكره عند الحقيقه. لا، هدول الناس مش زعران، هدول الناس يمكن برات لما كانوا عم بيواجهوا الموت تصرفوا تصرفات لمسؤولة، ايه، بس لا، هدول الناس ابدا منهم زعران،
هدول الناس أبطال امبارح واليوم وبكرة وبعد ألف سنة. وكل ما في حياة بلبنان وكل ما في استمرارية بالحياة بلبنان وكل ما في جيل عم بيسلم جيل تاني بلبنان، هدول هن الأبطال اللي عطيونا هذا البطل هذا الوطن وهذا الوجود وهذا الشغل يلي عم نعمله اليوم بالقوات اللبنانية. للأسف هدول الناس أنا عن جد بزعل عليهم، بزعل لأنهم منهم عم يخلوا. في منهم جرحوا، في منهم يعني تفهميهم؟ ايه بفهمهم يعني، يعني في منهم قتل ناس من قرايبينهم من اخواتهم. انا خيي ان مات بالحرب ومات، يعني مات مش قتلوا ناس تانيين، مات قتلوه يعني اخواتي مش حدا تاني يعني حدا، بس انا ما بوقف هون. خيك؟ خيي مين قتله؟ ما رح اقول مين قتله على الهوى اليوم، عرفت علي كيف؟ انه انا خيي في كان معركه راح تحت يصالح اثنين رفاق، فكان ضحية الصلحة ضحية اثنين رفاق، ضحية الرفاق يعني. ضحية الرفاق، الرفاق مش بالقوات بس، انه الرفاق اذا بدك بكل المجموعة المسيحية اللي كانت عم بتحارب انا ذاك. بس انا ما بوقف هون. ما بتوقفي عند قتل؟ لا ما بوقف، انا ما وقفت، انا ما يعني انا ما بوقف. انه خيي كان دركة مناضل راحوا كانوا علقانين الاحرار والكتائب بين بعضهم، راح تيصلحون مع بعضهم، اجا حدا وقتلوا. ايه جرحت امي وبكت امي وبكت عائلتي وبعدني يمكن لهلا ببكي على خيي، بس انا ما بتطلع بانه الاحرار او الكتائب اف زعران. لا مش زعران، هدول مش زعران، هدول قبضيات، هدول ابطال، هدول ناس كانوا عم بيناضلوا. بس انتوا عم لما بدك تحكي عن الحرب ريما ما فيك تحاكميها بمنطق انت قاعده شخصي قاعدة عم تاكلي بالشوكة وبالسكين. الحرب وويلاتها والمشاعر يلي بيقطعوا فيها الشباب والاسترس يلي بيكونوا فيه، هن عم بيلعبوا مع الموت. لما الانسان بيكون عم بيلعب مع الموت فيك تحاكميه بمنطق انت قاعدة عم تاكلي بالشوكة وبالسكينة. فانا ما بقبل. شو عملتي ما ميت خيك؟ شكيتي باللي عم تعمليه؟ ابدا، ولا لحظة، ولا لحظة حسيت بانه انه صار لازم اكون قوات اكتر وصار لازم دفع اكتر عن لبنان، لانه خي شهيد. خي كان عم يصالح اخوي، هدول الاخوي بيستحقوا اكتر واكتر ناظر كلمانهم. وكملت وكملت ريما بالنضال وبعدني مكملة. ودي بتعرفي بعرف طبعا انك بعدك مكملة، بس قديشك عن جد حديدية مثل ما قلت. انا مناضلة يعني، هاي صفات المناضلة. انا مناضلة مش هاي صفات، ما بعرف كيف، في صفات اكتر، في مناضلين ماتوا، في مناضلين صاروا معاقين، في مناضلين عطيوا اكتر. بس انت ما فيك لما تاخذي خيار انك تكوني مناضلة ايه بس كيف يعني، ما فيها تكون نص نص يعني، ما فيك تقولي انا مجوزة بس، انا خاطبة بس، انا بنت بس. لا انا بنت، انا مجوزة، انا مناضلة. انا دفنتي لخيك انت يعني؟ دفن اذا بدك بالمفهوم المادي هو اندفن، بس بالمفهوم المعنوي ولا لحظة اندفن ولا تك اندفن ولا يمكن انه يندفن. يعني شفتيه؟ شفته، شفت جروحاته وكرماله اكتر بقيتي بقيت ولازم نكمل. بدي اطلب منك اغنية نسمعها قبل ما نروح على بريك، اي هلا بتخطر ببالك؟ لبنان قطعت سما يا ريما يا